ساعات طويلة يقضيها يوسف في عمله الشاق لتوفير سبل العيش لعائلته، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انتشار فيروس كورونا أثقل كاهل يوسف وبات في حيرة من أمره. أجي من الصبح للمغرب نوبات تطلع لي 5000 10000 نوبات ما اشتغل هذه، فجيت هسه من وراء هذا المرض مال كورونا لقيت المواد صاعدة، سعاني محتار بين انه اتسوق وبين ادفع ايجار وبين هذه. اغلاق خلية الازمة للحدود العراقية مع ايران والكويت فضلا عن تحجيم عمليات التنقل بين محافظات البلاد في اطار الاجراءات الاحترازية المتخذة بالضد من كورونا أسهم بشكل مباشر في زيادة أسعار المواد الغذائية. الأول والأخير هو غلق الحدود بين الدول المجاورة وداخل المدينة بصورة خاصة، فغلق الحدود أدى إلى عدم استيراد البضاعة. متابعون للشأن الاقتصادي أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى تجار الحروب والأزمات، فضلا عن عدم وجود رادع قانوني يتابع حركة الأسواق العراقية. تجار الحروب استفادوا في هذه الفترة استفادة عظيمة من الأحداث اللي تصير بالبلد. بالنسبة للدولة هم تفعل القانون الرقابي والجهات الرقابية. كورونا موت، ماكو وراها ورا، يعني انت ضامها لمن؟ للدود مثلا؟ انت ضام هذا التمن للدود؟ لو زيت للدود؟ وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية رفضت الكشف عن هويتها خشية المحاسبة، عدم توفر خزين استراتيجي في مخازن وزارة التجارة المنتشرة في المحافظات، اكتفت الوزارة بنفي ذلك في بيان مقتضب، رافضة الإدلاء بتصريح رغم وعودهم المتتالية لمراسل الحرة بتحقيق ذلك. من جانبها أصدرت خلية الأزمة أوامرها للأجهزة الأمنية بمحاسبة التجار ومستغلي الأزمات. بادرت مفارزنا حقيقة بالبحث عن هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء، هناك أوامر من مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة كل من لا يتقيد بتعليمات خلية الأزمة. غياب التخطيط الاستراتيجي في توفير المواد الغذائية أسهم بشكل كبير في حالة الاضطراب والقلق التي يعيشها المواطن بسبب ارتفاع أسعار تلك المواد. الخوف من فيروس كورونا وانتشاره هو ما يدفع السكان إلى التسوق والتخزين خشية حدوث شح في المواد الغذائية التي اعتادوا على تسوقها ما قبل أزمة كورونا. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.